مساء الخير مشاهدي قناه ناي لايف وحلقه جديده وصفحه جديده. يا رب حضراتكم يكون كل مشاهدي قناه ناي لايف وصفحه جديده كلكم باذن الله تعالى بالف خير وبالف صحه وبالف سلام. حضراتكم اللي بيتابع الاخبار في وسائل الاعلام العالميه، أنا هقتبس منهم الكلمة يعني، وبيقولوا إنه أوروبا بتشتعل مظاهرات. في عدد كبير من دول أوروبا حضراتكم فيها مظاهرات حالياً بسبب الإجراءات الخاصة بوباء فيروس كورونا. وفي بعض الدول بالفعل أغلقت أو في طريقها للإغلاق، من ضمنها حضراتكم النمسا دخلت في إغلاق تام شامل لمدة 20 يوم. طبعا كل ده بسبب وباء فيروس كورونا وحضراتكم الموجة الخامسة اللي تقريبا بتضرب الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية أو القارة الأوروبية، وتظاهرات عدد مش قليل في بعض الدول من ضمنها بروكسل، مظاهرات كرواتيا، إيطاليا، هولندا. حضراتكم بقالها 4 أيام في مظاهرات بسبب انه يعني مش عايزين الاجراءات اللي احنا اخذناها من حوالي سنتين، في انه احنا يبقى في اغلاق، يبقى في تحديد لحركه المواطنين، يبقى في العمل مثلا من البيت، يبقى في انك انت تحديد لحياتك الشخصيه وحريتك الشخصيه. فللأسف الشديد الأعداد عمالة تزيد في أوروبا، والأعداد الوفيات للأسف بتزيد أيضا. واحد من ضمن الأسباب إن في دول هتروح ناحية الإغلاق للمرة الثانية، وإحنا أساسا دول العالم مش ناقصة إغلاق، لأن هذا الإغلاق بيؤثر من الناحية الاقتصادية، وإحنا بنعاني حاليا من المشاكل التداعيات الخاصة بإغلاق في الفترات اللي فاتت والسنوات السنتين اللي فاتوا، بإنك أنت في أسعار عمالة تغلى، في خامات عمالة تغلى، في الدنيا كلها الأسعار عمالة تزيد فيها بسبب هذا الوباء، وباء فيروس كورونا. فواحد من الأسباب حضرتك إن الدولة بتاخد قرار إن هي تاخد إجراء الإغلاق، إنك أنت واحد كتير أو نسبة معينة مش راضية تاخد اللقاح، وفي بعضهم واخد لقاح. بعض الدول العدد الأكبر هو اللي واخد اللقاح، بعض الدول الأخرى في نسبة معينة ما بتاخدش اللقاح. طب أنا مواطن واخد اللقاح، فأنا بإذن الله تعالى عامل كل احتياطاتي إن أنا أبعد عن الوباء، حتى لو أصبت يبقى إصابة مش تخلنيش المستشفى ونلاقي نفسي في تكدسات في المستشفيات والأطقم الطبية تبقى هلكانة، زي ما حصل حضراتكم لو فاكرين في السنتين اللي فاتوا دول لما كانت الموجة بتبقى عالية وعدد الوفيات بتزيد وعدد الإصابات بتزيد. فيبقى حاجتين، المستشفيات بتبقى فيها الكباسيتي بتاعها أو الطاقة الاستيعابية بتاعتها بتبقى مش قادرة أكتر من كده الناس تخش على مستشفيات، الأعداد بتزيد. الحاجة التانية هو إنك أنت في أعداد مش راضية إنها تاخد اللقاح، فالناس اللي ما خدتش اللقاح بيبقى عندهم إلى حد ما لا، ما تنفعش تعمل كذا، ما ينفعش تروح كذا، ما ينفعش تروح مثلا تعيش حياتك بشكل طبيعي، ما ينفعش إنك أنت تخش أماكن عامة، ما ينفعش، وهكذا، أو مطاعم، حاجات كده يعني. فأرجع تاني، كل اللي أنا قلته ده بيتصب في الآخر طبعا أهم حاجة طبعا حياة الإنسان، وإن إحنا يعني ما يبقاش فيه إصابات، ما يبقاش فيه وفيات، ده أهم حاجة. لكن في تداعيات تانية اقتصادية، في ناس بتفقد شغلها، في ناس إنك أنت مصانع بتقفل، في مصانع بتبقى الطاقة الإنتاجية بتاعتها بتبقى قليلة، ففي الآخر بتصب في الاقتصاد، وتلاقي نفسك زي ما حضرتك بنمر بيها حاليا، هو إن العالم كله الأسعار بتزيد من ضمنها بعض المنتجات في مصر. فالعالم كله في حالة غليان، في حالة قلق، في حالة رجعنا تاني في شدة جامدة جدا بسبب وباء فيروس كورونا.
ان شاء الله الاعداد ما تزيدش، ان شاء الله الاعداد الوفيات ما تزيدش، ان شاء الله باذن الله ناخد حذرنا ان شاء الله ان شاء الله. لكن للاسف على ارض الواقع في مظاهرات في عدد من الدول زي ما قلت، النمسا، بروكسل، كرواتيا، ايطاليا، هولندا، ربنا يسترها. فحضرتك بقى انتقل من اللي حضرتك الى من العالم كله وما يحدث في العالم حاليا، حاليا دلوقتي حالا يعني، الى داخل جمهورية مصر العربية، ولاقي ان للأسف الشديد لحد يومنا هذا في ناس عمالة تقول ومترددة في ان هي تروح تاخد اللقاح. انا شخصيا عائليا عندي اقارب ليا بنتهم قاعدة في الأوضة عندها الوباء فيروس كورونا، الأب بره عنده مشكلة في القلب، الحمد لله إن هو راح أخد التطعيم، الأم لسه مترددة وهي كبيرة يعني مش صغيرة مش شابة يعني مش 20 و30 سنة يعني. طبعا اللي أنا المثل اللي أنا عمال أقوله ده مثل شخصي لكن موجود في بعض بيوتنا في مصر. واحد صاحبي من ايام من 32 سنه تقريبا هو بيروح نقابه المهن السينمائيه كتير، فقلت له لو سمحت في خبر اتقال ان نقابه المهن السينمائيه وعدد من نقابات الجمهوريه مصر العربيه هيكون فيها امكانيه انك انت تروح تاخد اللقاح داخل النقابه بتاعتك. فقلت له بعد اذنك بس يبقى اسال لي وانت رايح ايه النوع واوقاته ايه وبتاع عشان يعني اعلن واعلم يعني معلومات ممكن اقولها لسيادتكم يعني، وخاصه ممكن تكون عدد من النقابات الاخرى يعني. لقيت فيه هجوم شرس عليا بشكل غير طبيعي، انه ازاي الناس دي بتاخد اللقاح؟ ازاي بتاخد اللقاح؟ يعني ايه ازاي بتاخد اللقاح؟ ده اللقاح كذا واللقاح كذا وبيقولوا كذا. بيقولوا مين يا هشام؟ اسمه هشام. مين اللي بيقول انه مش عارف بتعمل ايه وبيحصل ايه ومضاعفات ايه يعني مين اللي بيقول كده؟ مفيش رد. فأنا عايز اعتبر انه في تردد، مش عايزين، انما عندهم احساس، وعلى فكره ده مش موجود في مصر بس، موجود في كل حته في العالم، ان في تردد ان يروح ياخد اللقاح. بس انا هستأذنكم بس ان انا اسأل سؤال لأهلي وأصدقائي وكل البشر اللي ممكن يكون حضراتكم يعني متردد إلى يومنا هذا في إنه يروح ياخد اللقاح. هل كل دول العالم في الكرة الأرضية وكل شعوب الكرة الأرضية وكل العلماء الطب في الكرة الأرضية وكل حضرتك وزارات الصحة في الكرة الأرضية وكل الناس اللي موجودين في الكرة الأرضية كل دول ما بيفهموش ويعني يعني مخمومين مثلا، وحضرتك بس يا متردد؟ انا بتكلم جوه مصر او بره مصر برضه، يعني تكون متردد انك انت تاخد اللقاح. يعني هل كل الناس دي كلها ومنظمه الصحه العالميه وكل دول ما بيفهموش حضرتك بس اللي كنت مد عندك تخوفات وانك انت كذا كذا؟ هل كل الكرة الأرضية مش يعني حضرتك دلوقتي في مشكلة زي ما انا قلت في العالم كله، وهو انك انت الأسعار عمالة تزيد بسبب وباء فيروس كورونا، والاقتصاد العالمي في كل حتة في العالم من الصين لروسيا لأمريكا كل دول العالم يعني متضررة من موضوع وباء فيروس كورونا. هل تفتكر ان هم يعني عايزين يزودوا المشكلة اكتر مثلا فبيدوك لقاح غلط؟ يا سادة يا كرام، اللقاح عشان حضرتك نسبة الإصابة بتاعتك بوباء فيروس كورونا تقل، وفي نفس الوقت لو جالك ما تروحش مستشفيات، ما تروحش ليه الأكسجين التنفس الصناعي عشان الأعداد ما تزيدش زي النمسا اللي حضرتك أغلقت تماما. عدد سكان النمسا أساسا مش 5-6 مليون، في منهم
منهم الطعم وفي منهم ما اتطعمش، عشان كده مش يعني الطاقه الاستيعابيه للمستشفيات والاقم الطبيه مش قادره تكفي، وعشان كده اغلقت. وده اللي بيحصل في اي دوله بتحصل عندها اغلاق. احنا مش عايزين نوصل لده. بفضل الله، بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى من اول الجائحه اعدادنا مناسبه جدا مقارنه باعداد اخرى، اصابات او وفيات الحمد لله. فحضرتك يلي لسه متردد في انك انت تروح تاخد اللقاح الخاص بوباء فيروس كورونا، قل لي الصين اللي هي 1.4 مليار اللي هي اساسا لقينا عندها الوباء، ابتدى ينتشر الوباء من هذه البقعه اللي هي الصين، كل المليار ولا حوالي 100 يعني العدد الكبير جدا اللي اخذ اللقاح، ثلاث ارباعهم اخذوا اللقاح، كلهم ما بيفهموش، كلهم يعني سايبين نفسهم كده ومش اللقاح. حضراتكم تاريخيا يا سادة يا كرام في السنين من كذا سنة، حضراتكم دائما بيجي في التاريخ انك انت بيجي على الكرة الأرضية وباء، هذا الوباء بيصيب عدد كبير من السكان الكرة الأرضية، بيموت منها للأسف الشديد ملايين. بعد كده حضرتك العلماء بيوصلوا للقاح اللي احنا وصلنا له، وبعد كده حضرتك بتبقى عبارة عن لقاح بتاخده لما بتتولد، أول ما بتنزل من بطن السيدة الوالدة والدتك، أول ما بتبقى نازل كده للحياة حضرتك بتاخد شوية تطعيمات اللي هم الثمانية اللي احنا بناخدهم كلنا. فالتطعيم حضرتك يا إما هيجي لك شوية سخونية زي أي تطعيم طفل بياخد تطعيم، يا أي أم أو أي أب بيسمعني، عشان بفضل الله وبفضل التقدم العلمي وبفضل التقدم الصحي وبفضل العلماء والاختراعات و و و بفضل الله قدرنا ان احنا نوصل لهذا اللقاح سريعا. هنعمل فيه تطوير، هنعمل فيه بعض الامكانيات زياده، في تحور للقاح، لكن هنعمل هنستخدم يعني كل الحاجات اللي ممكن تيجي في المخيلات الانسان هنقدر نتغلب عليها، لكن الاساس ان بقى فيه لقاح زي في التاريخ لما كان عندنا وباء ايا كان اسامي الاوبئه اللي احنا مرت عليها في التاريخ في مصر، انا اسف في العالم، وبقت عادي لقاح بقى بياخده الطفل من هو سنه سنتين ولا مش عارف ايه كام شهر وخلاص. فحضرتك يعني بسبب هذا التقدم قدرنا ان احنا نوصل للقاء اسرع، انما زمان حضرتك كانوا بيقعدوا بالسنين لغايه لما يوصلوا للقاح. يعني بفضل الله ربنا يعني هذا المرض عندنا الدواء بتاعه بقى اسرع يعني. ولا حضراتكم عايزين نعمل زي الاوبئه اللي كانت قبل كده وتموت ملايين الملايين بقى؟ يعني حضرتك النهارده احنا وصلنا حضرتك ان احنا النهارده اعداد الاصابات في العالم كله حوالي 250 مليون او اكتر من 250 مليون، يعني حوالي 260 مليون اصابه. طبعا الرقم ده اكيد بيزيد سنه. اعداد الوفاه في العالم حوالي 5,200,000. الاوبئه في التاريخ قبل كده يقول لك موت 40 مليون 50 مليون 30 مليون. طب الحمد لله التقدم العلمي والعلماء وفضل الله علينا، يعني احنا الاعداد الوفيات في العالم كله لحد هذه اللحظه 5 مليون، مش عايزينها تزيد. مش عايزينها تزيد ليه؟ ازاي؟ بان احنا ناخد اللقاح. مش عايزينها تزيد ليه؟ ان احنا نفضل نحط الكمامه. مش عايزينها تزيد ازاي؟ عشان يبقى في تباعد، عشان يبقى في غسل ايدين، عشان عشان عشان. واذكر حضراتكم عشان انا معلش انا اسف ان انا كل مره اقعد ارغي في هذا الموضوع واقول فيه اكتر واكتر، لكن النهارده في يعني اخبار عن اوروبا فيها مظاهرات عشان بسبب انك انت الاعداد عماله تزيد والناس مش طايقه يبقى في اغلاق. فمش عايزين نوصل لكده.
مش عايزين نوصل لانك انت الدوله المصريه تاخد القرار الاغلاق بصوره او باخرى، وان شاء الله يا ربنا ما يورينا هذا اليوم تاني. ازاي تاخد بالك؟ كمامه، تباعد، غسيل ايدين، وفي نفس الوقت تروح تاخد اللقاح اللي ربنا سبحانه وتعالى خلانا نكتشفه. تاني قال لي سامعني، اللقاح مش معناه انك انت مش هتيجي لك الاصابه، ممكن تيجي لك الاصابه لكن نسبتها قليله، ولو جات لك ما تروحش مستشفى، تاخد علاج كده ان شاء الله في البيت وما تروحش مستشفى، ما تروحش تبقى عندك مشاكل الاكسجين وتوصل لا قدر الله للوفاه. كل المجهود اللي الكره الارضيه بتعمله ده كله، ان عدد الوفيات اللي وصل 5 مليون و200 الف تقريبا او اكتر او اقل ما يزيدش. الناس ما تموتش، الناس ما تموتش، هو ده الهدف. لغايه لما ربنا يسهل نوصل لان الوباء ده يبقى زي الاوبئه اللي فاتت، زي ما بقول لحضراتكم، يبقى عباره يا اما ينتهي خالص يا اما هيبقى لقاح كده وانت صغير وخلاص. انا عايز هستاذنكم بس ان انا اقرا خبر للدكتور محمد عوض تاج الدين بمستشار رئاسة الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. هستأذنكم بس خبر صغير جدا هقراه لسيادتكم. الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئاسة الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، مستشار رئيس، يعلن بشرى سارة بشأن نسب وفيات كورونا في وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على ضرورة استمرار في الإجراءات الاحترازية والوقائية. الكلام ده امبارح يا أول امبارح، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، متابعا الوباء ما زال موجودا والحالات موجودة، ولابد من الاستمرار في عملية الوقاية وأخذ اللقاح لأنها قضية حيوية للتعامل مع الفيروس. وقال أن التجارب الإكلينيكية الأدوية الجديدة المضادة لفيروس أفادت أن تلك الأدوية تقلل نسب المضاعفات ودخول المستشفيات للحالات البسيطة المصابة فيروس كورونا. خبر جميل جدا أن إن شاء الله مصر هيبقى في عندها تصنيع هي للأدوية ليست بديلة عن اللقاح. مستشار الرئيس يعلن تصنيع أدوية كورونا في مصر، وذكر أن مصر تتابع عن قرب الدراسات العلمية والإكلينيكية لتلك الأدوية، معلنا عن تصنيع أحد تلك الأدوية قريبا في مصر بعد توافر المادة الخام، وشدد على أن تلك الأدوية ليست بديلة عن الأساليب الوقائية والاحترازية أو اللقاحات المضادة للفيروس كورونا، موضحا أنها أحد العوامل المساعدة في بعض الحالات المصابة بالفيروس وليس كلها. احنا ماشيين ان احنا لقاح، هنصنع باذن الله ادويه، وهكذا البروسيجر او الخطوات حضرتك اللي مرت بيها الكره الارضيه في انواع الوباء في قبل كده احنا بنمر بيها بفضل الله دلوقتي. بس نسمع بقى الكلام ونحاول نفهم ان انت حضرتك مش هتروح المصالح الحكوميه الا لما تكون واخد التطعيم. الجامعات حضرتك مفيش طلبه دلوقتي بتخش غير لما حضرتك لازم تكون الطلبه واخده التطعيم. الموظفين مش هيروحوا يخشوا المصالح الحكوميه غير لما يكونوا واخدين التطعيم. الناس اللي عايزه تسافر وتعمل عمره وحج حضرتك مش هينفع تسافر عشان تعمل عمره وتزور بيت الله الحرام والمسجد النبوي غير لما تكون متطعم. مفيش ايفنت او في اي نوع من الفعاليات اللي ممكن تحصل في بلدك مش هتقدر تروح غير لما تكون واخد التطعيم، وخصوصا الكرة القدم والاهلي والزمالك والمنتخب بقى، يعني والحاجات الحلوة اللي حضراتكم كلنا بنحبها. يعني آسف لو كنت طولت في الموضوع ده، لكن ده أهم حاجة أعتقد في حياتنا وهو حياة الإنسان. وصلنا يا جماعة لخمسة مليون ومتين ألف تقريبا حالة وفاة في العالم في الكرة الأرضية. موضوع حلقتي النهاردة عشان أبتدي أقرأ في بعض الأخبار، موضوع حلقتي النهاردة بيتلخص في: تفتكروا واحد من العوامل الأساسية إن الولايات المتحدة الأمريكية
هي واحدة من أقوى دول مش هي مش واحدة، هي أقوى دولة في العالم. كل حاجة، عسكريا، اقتصاديا، سياسيا، أيا كان بقى. واحد من ضمن الأسباب الرئيسية لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى دولة في العالم إنها قارة، إن هي عبارة عن ولايات، عدد من الولايات متحدة بتمثل دولة واحدة اللي هي القارة الشمالية والقارة أمريكا الجنوبية وأمريكا، يعني عدد من الدول أو عدد من الولايات تسمى بتجتمع تحت إطار واحد أو معنى واحد لتكون قوية. ده واحد من الأسباب. واحد من الأسباب إن الاتحاد الأوروبي اللي هما 27 دولة بيتحدوا مع بعض اسمها الاتحاد الأوروبي، وأوروبا بسم الله ما شاء الله كل دولة وليها كيانها وليها اختصاصاتها وليها اقتصادها وليها الإمكانيات بتاعتها، فيعملوا اتحاد عشان هذه القارة، قارة أوروبا، تكون قوية وهذه الدول تكون قوية وهكذا. في بعض الدول على فكرة بتعمل اتحاد ويبقى في اتحاد ما بينهم وبين بعض من قارة لقارة، يعني دولة مثلا هنا مع بعض الدول في أوروبا، أمريكا مثلا مع بعض الدول في أوروبا، دول في آسيا مع بعض الدول في المهم فكرة إنك أنت تبقى مجموعة مع بعض متحدين عشان يبقوا قوة ويبقى في تكامل ما بينهم وبين بعض عشان تبقى دولة قوية أو اتحاد قوي. من قراءاتي لقمة الكوميسا اللي هو بكرة بإذن الله تعالى هتنعقد في دورتها 21، قمة الكوميسا 21 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورمز العاصمة الإدارية الجديدة دي خلي بالكم منه قوي، أنا كنت في الأول فاكر إن هو في شرم الشيخ، لا ده هو بكرة الثلاثة إن شاء الله في العاصمة الإدارية الجديدة، رمز للقوة وقوة مصر في البناء وقوة مصر في الاقتصاد وقوة مصر في التجارة وقوة مصر في الصناعة، قوة مصر في الزراعة، قوة مصر في الصحة، قوة مصر في التعليم، رمز العاصمة الإدارية الجديدة أو الجمهورية الجديدة. فمن متابعتي حضراتكم أنا بفكر أنه في يوم من الأيام ليه لأ القارة الأفريقية اللي هي 54 دولة تقريبا، ليه ما يبقوش اتحاد الدول الأفريقية زي اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية، يبقى الولايات الدول المتحدة الأفريقية، ويحصل التكامل ما بين الدول وبعضها البعض. أنا عندي هنا زراعة، حلو جميل، هات عندك شوية زراعة، أنا عندي شوية مواد خام، اتفضل المواد الخام واديني شوية زراعة، أنت حضرتك عندك منتجات حيوانية اديني منتجات حيوانية، أنا عندي حضرتك مواد خاصة بالبلاستيك، أنا عندي بترول اديني البترول وادي لحضرتك للدولة الأخرى، أيا كان بقى. تبادل تجاري ما بين الدول وبعضها الآخر. فكرة إنك أنت يبقى في تكامل ما بين الدول وبعضها عشان تبقى قوة لمواجهة أي تحديات بقى. تحديات سياسية، تحديات اقتصادية، تحديات صحية وبقى موضوع وباء فيروس كورونا اللي بنمر بيه حاليا، تحديات زراعية، تحديات عدد كبير جدا من التحديات اللي ممكن دول أفريقيا تكون يعني ممكن تواجهها. ودول أفريقيا قد إيه في أشد الحاجة إن هم يبقى في تكامل ما بينهم وبين بعض عشان يبقى في قوة ما بينهم، ويبقى تبقى في هذا التكامل يزود من التجارة اللي ما بين هذه الدول، ونبتدي نشوف ايه اللي ممكن نعمله في موضوع الجمارك ما بين الدولة والاخرى. طب نقلل الجمارك، طب ما هو في الاتحاد الاوروبي في منهم مثلا في حاجات خاصة بالجمارك، ما فيش جمارك مثلا ما بينهم وبين بعض مثلا، يعني طب ما تيجي نعمل عندنا كده عشان لما مثلا مصر عايزة محتاجة خام، منتجات خام مثلا من دولة الى اخرى، تقدر تخش في تصنيع معين في الدولة المصرية فتقدر تبيع بسعر منافس، والدولة التانية دي اللي هي عندها ومحتاجة مثلا السكر
مثلا السكر او الاسمنت او مواد البناء اللي بفضل الله مصر بسم الله ما شاء الله قد ايه هي في العدد 7 سنين اللي فاتوا دول بنعمر كل جمهوريه مصر العربيه، تبقى مثلا مفيش جمارك ما بينها ما بين مصر مثلا والدوله الثانيه اللي محتاجه السكر او محتاجه الاسمنت او محتاجه الحديد اللي موجود يكون موجود في مصر. انا ببسط قد ما بقدر لان هي دي الفكره. في التكامل قوه، في التكامل ما بين الدول تعتبر او يعتبر قوه، قوه كبيره. يا سلام بقى، انا جدي على فكره كان لواء في الجيش المصري الله يرحمه، وكان كان رئيس النقل النهري ما بين مصر ما بين مصر والسودان في فتره من الفترات، والنقل النهري ده كان يعني حاجه مهمه جدا يعني زمان. فحضرتك انك انت يبقى عندك قطر بيربط ما بيننا وبين بقيه الدول الافريقيه، يبقى عندك مواني بتربط ما بيننا وبين بعض ويبقى في تبادل تجاري وجمارك قليله، يبقى عندك طريق يربط ما بين الشمال للجنوب. حضرتك الكوميسا دي اللي هو الدول الشرق والجنوب للقاره الافريقيه، تجمع الكوميسا ده 21 دوله. ان شاء الله يا رب يبقى في اتحاد اكتر ويبقى الحاجه و50 دوله في افريقيا كلهم يجتمعوا. فحضرتك وباذن الله تعالى بكره ان شاء الله عدد الدول التجمع الكوميسا 21 دوله، القمه تدعم التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الافريقي، رؤيه شامله تتضمن تنميه التعاون المشترك بكل المجالات، سوق سواء المشاركة الفعلية أو الافتراضية. احتمال يكون في رؤساء هيجوا موجودين أو هيبقى في مشاركة عن طريق افتراضية عبر الفيديو كونفرنس. حضرتك هذه الدورة أو الكوميسا الـ21 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي. أهم فعالية هتحصل بكرة غدا بإذن الله تعالى، وهو فعاليات القمة ستشهد تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الكوميسا متوسطة المدى اللي هو 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسة فخامته للتجمع. هذه المرة الثانية التي تترأس مصر الكوميسا، وذلك بعد مرور 20 عاما منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001. زي ما أنا قلت، مصر بتقوم بمجهود كبير في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا، التغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا. زي ما شرحت، قد ما نقدر يبقى في تكامل ما بيننا وبين بعض. منتجات عندك أنا محتاجها، أنا عندي أنت عندك منتجات محتاجها، أنا عندي منتجات ممكن تكون محتاجها، نبتدي نعمل تجارة ونبتدي يبقى في مشاركة مهمة جدا. واحدة مصر على فكرة واحدة من أهم الدول في مجموعة الكوميسا في إن هي فيها تبادل تجاري كبير. تجمع الكوميسا يعتبر سوقا واعدا للصادرات المصرية، استحوذت مصر على نسبة 20% من قيم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار. ايه تاني؟ اهم بنود الصادرات المصرية الى دول الكوميسا، أهم الصادرات اللي ممكن مصر بتكون بتصدرها لدول الكوميسا الـ20 أو اللي هم الـ21 كلهم. حضرتك اللدائن، في واحد هيقول لي يعني إيه لدائن يا أشرف؟ اللدائن دي حضرتك أنا ما كنتش عارفها برضه، ودخلت ومش عشان أفهم اللدائن، عشان اللدائن حضرتك هي منتجات بتخش تصنيعية من أدوات الخام، زي إيه؟ البلاستيك، اللي هي ممكن بقى تشكلها زي ما أنت عايز، زي البلاستيك. اللدائن
والملح والكبريت والجير والأسمنت ومنتجات السيراميك والآلات الأجهزة الكهربائية ومنتجات المطاحن والورق السكر الصابون والزيوت العطرية والعطور. نتمنى بإذن الله تعالى إن شاء الله لهذه القمة الهامة جدا، قمة الكوميسا في 21 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودي فرصة جميلة جدا للرؤساء 21 دولة إذا كانوا هيحضروا بإذن الله تعالى. أهلا بيهم على أرض مصر، وأهلا بيهم في العاصمة الإدارية الجديدة، إن هم يشوفوا مصر رايحة لفين. مصر بفضل الله بتنهض إزاي وترجع تاني لقيمتها التاريخية والحضارية والمعمارية. المرة دي احنا بنعمل الستايل والتصميم العمراني للذوق الشعب المصري. في تاريخنا بسبب الاستعمار بسبب ايا كان، كان الذوق الدولة المستعمرة لمصر هي اللي بتخش في تصميمات المعمارية، لكن الآن المصريين هم اللي بيختاروا التصميم على ذوقهم هم 2021 و2020. روح اتفرج على الأوبرا الجديدة اللي في العاصمة الإدارية الجديدة اللي كانت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حضرتك بيحضروا أوركسترا، واحد من أعظم الأوركسترا في العالم اللي عزف 1800 ومش عارف كام في مصر، من 1800 رجعت تاني مصر، يعني مصر الشياكة، مصر الحضارة، مصر القيمة والقامة. ففرصة حلوة إن الناس والزعماء ييجوا يتفرجوا على العاصمة الإدارية الجديدة، بما إن هو المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، و و و و ونشوف ايه سبل ايه ازاي المسؤولين يقدروا ما بين الدول وبعضها ان هم يبقى في تكامل ما بينهم وبين بعض، الحكومات تلتقي ايه اللي احنا محتاجينه هنا، ايه اللي محتاجينه هنا، وينتهزوا فرصة خبرة مصر في العديد والعديد من المجالات اللي بفضل الله بقت قوية جدا في خلال السبع سنين دول، اذا كان البنية التحتية، اذا كان الصحة، اذا كان التعليم، اذا كان العمران، اذا كان البنى، وإذا كان الأنفاق، إذا كان السدود اللي في تنزانيا، إذا كان. وفي نفس الوقت التصنيع في مصر يقدر يشتغل أكتر، يقدر يصدر أكتر. كل ما الدولة تبقى عندها تصدير أكتر كل ما تبقى دولة قوية، وكل ما يبقى عندها تصنيع أكتر كل ما تبقى دولة قوية. عمر ما كانت الدول قوية أنك أنت تستورد كل حاجة في حياتك زي ما كانت مصر بتعمل، وبنحاول نقلل منها بقى جدا دلوقتي، اذا كان في الكهرباء، اذا كان في الغاز، اذا كان في البترول، اذا كان في المنتجات الزراعيه، اذا كان. يا رب في يوم من الايام نسمع كده ان خلاص ما بقيناش اكبر دوله في العالم بتستورد قمح، ونلاقي عندنا افريقيا واجيراننا افريقيا حبايبنا يدون قمح بشكل كويس واسعار افضل، ويعني ونديهم احنا السكر والبنجر والأسمنت وخبرتنا في كل المجالات اللي احنا حضراتكم شفناها في السبع سنين اللي فاتوا دول، النهضة العظيمة دي. أنا هكتفي بهذا القدر من المقدمة بعد إذن حضراتكم، عشان في عندنا بعض الأخبار بعد إذن حضراتكم. قبل ما أقول بس بعض من الأخبار هستأذنكم إن أنا ضيفي اللي هيكون بعد الفاصل بإذن الله تعالى بعد قراءة بعض من الأخبار، الدكتور علاء رزق أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، ومصر ستستضيف قمة الكوميسا اللي هو بكرة بإذن الله تعالى في العاصمة الإدارية الجديدة. أول خبر معايا حضراتكم، رئيس الوزراء 19 نوفمبر يوم عيد للمصريين تحقق فيه حلمهم النووي. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن 19 نوفمبر الذي شهد توقيع العقود الحكومية بين مصر ودولة روسيا الاتحادية لبدء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء عام 2015 هو يوم عيد للمصريين، والذي شهد على تحقيق الحلم النووي المصري.
وأضاف مدبولي خلال فعاليات الاحتفال بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية بمصر أن البرنامج النووي المصري ظل محل رعاية واهتمام لعقود طويلة، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التي أدركت أهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومن أوائل الدول التي شاركت في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار مدبولي أن مصر لديها من الكوادر ما يؤهلها لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن استخدام الطاقة النووية أحد أهم مبادئ تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأممي لدى اليمن لبحث التوصل لتسوية شاملة. استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاثنين من مقر الوزارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج للتباحث حول أفق التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية وسبل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وذلك بحسب ما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ. في سياق آخر، وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك حكومته بمضاعفة الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين المهجرين جراء التصعيد المستمر لميليشيات الحوثي. وزير التنمية المحلية زور أسوان ويوجه بسرعة تأهيل المنازل المتضررة من السيول. أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم زيارة إلى محافظة أسوان للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث تابع مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجراءات الخاصة باحتواء تداعيات أزمة السيول بأسوان ودعم الأسر المتضررة والتنسيق الجاري بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. وتفقد اللواء محمود شعراوي واللواء أشرف عطية بعض المنازل المتضررة من السيول في قرية غرب أسوان، ووجه وزير التنمية المحلية بالعمل بصورة مستمرة لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لإعادة بناء وتأهيل المنازل التي تضررت جراء السيول التي تعرضت لها المحافظة، مشيرا إلى المتابعة اليومية من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمستجدات الوضع في القرى التي تعرضت فيها المنازل للانهيار الكلي أو الجزئي. الصحة، القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية بالمجان ل 183 ألف مواطن الشهر الماضي. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان ل 183,476 مواطنا من خلال 159 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي. يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. التعليم، لا توجد نماذج استرشادية لامتحان رابعة ابتدائي ونربي الطالب على التعلم. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني أنه ليس هناك نماذج استرشادية في نظام التعليم الجديد لأننا نربي الطلاب على التعلم وليس التعود على أنماط امتحانية مثل الماضي. امتحانات الشهر هي في حد ذاتها أمثلة من طرق التقييم مثلها مثل الأنشطة داخل الكتب الجديدة. نعلم الأطفال كيف يفكرون وكيف يتعلمون. أعلنت وزارة جدول امتحانات الشهر ديسمبر النقل، تعلن معدلات تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري والقطاعات المنتهية تنفيذها. أعلنت وزارة النقل معدلات تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والقطاعات التي انتهت تنفيذها، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقع العاشر وتشغيله تجريبيا، والذي يساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية،
بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج، ثم تابع الوزير ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ وجاري تنفيذ المنازل والمطالع بعد انتهاء الإزالات المتعارضة لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام. آخر خبر معانا حضراتكم النهاردة هو طقس الغد. طقس الغد شبورة كثيفة صباحا وجو معتدل نهارا والعظمى بالقاهرة 23 درجة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون لطيف على السواحل الشمالية. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء. حضراتكم دي كانت أخبارنا النهاردة، وهذه هي المقدمة الخاصة بي. بعد الفاصل بإذن الله تعالى هيكون مشرفنا الدكتور علاء رزق الأستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، ومصر تستضيف قمة الكوميسا. فاصل وراجعين حالاً.